ناخد التليفون ده مع طبيب الفريق الدكتور محمد أشرف علشان يطمننا أكتر على شادي وفرص إنه يلحق المباراة. مساء الفل يا دكتور. مساء الخير يا نيرة، ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. طمننا على شادي، كلنا اتخضينا شوية لأنه هو خرج، يمكن أصحابه شالوه، حطينا بنقلق احنا كلنا أول ما نلاقي كيس التلج على الركبة ده بنقلق خلاص بنتوتر، فده كان حاصل بصراحة، فعايزين حضرتك تطمننا على شادي. والله هو الإصابة امبارح طبعا شكلها كان شوية يخوف، لأنه كمان شادي عنده هيستوري إصابة في ركبته قبل كده، ودي عامل فيها عملية كمان قبل كده، اوكي فطبعا الموضوع شوية كان مقلق، وشكل الوقعة امبارح بصراحة قلقني، عشان كده أنا خدت قرار إن أنا أطلعه، لأن هو برضه شادي كان عايز يلعب، يعني هو برضه شادي في الحتة دي اللي هو فايتنج، أو أنا عايز ألعب أنا عايز أكمل. طبعا كان الوضع مش مطمئن، وبرضه إحنا في الأول وفي الآخر مصلحة اللعيب قبل أي حاجة، طبعا وصحته اكيد قبل اي حاجه، طبعا فطبعا خدنا قرار بسحبه امبارح، وما رضيناش ان احنا ناخد اي اجراء ممكن هو يلعب بيه امبارح. النهارده اخد عمل رنين، ونتيجه الرنين طلعت الحمد لله، لا يعني النتيجه كويسه، بس هو في كدمه شديده شويه في عظم الركبه من بره، وجالي النهارده ابتدينا ان احنا نشتغل على الموضوع ده، الدنيا اتحسنت الحمد لله، وبكره ان الحمد شاء الله لله. هنزل تمرين فردي وتأهيل برضه تاني، وإن شاء الله يعني نسبته في إن هو يلعب نسبة كبيرة بإذن الله هيكون موجود معانا إن شاء الله. صحيح، لكن كلنا قلقنا شوية من الإصابة، لكن ممكن إن هو يقدر إن شاء الله يبقى متواجد في مباراة القمة، بإذن الله، لا في فرصة ليه إن هو إن شاء الله في يشارك. أمل كبير. طيب بإذن هتشتغل الله. معاه إزاي النهاردة وبكرة يا دكتور؟ يعني عايزين نطمن الناس إن إحنا ابتدى ان هو ياخد مضادات التهابات، وده ابتدى عليها كمان من امبارح، يعني حتى من قبل الرنين. النهارده ابتدينا جلسات علاج طبيعي والترا ساوند، وابتدينا كمان تاهيل حاجات اوفلودد، يعني ما فيهاش تحميل لسه، بس هو يعني امبارح النهارده حتى خرج من الجلسه، لا هو ماشي كويس، وكمان ابتدينا جوجينج على خفيف كده، وبكره ان شاء الله نكمل جلساتنا الصبح يعني، وهنعمل حتى التمرين بكره منزلوه تمرين فردي مش منزله مع الفرقه يعني، بس هو ما زال انا شايف ان فرصته ان هو ان شاء الله يلحق الماتش فرصه كبيره يعني. طيب باقي الفريق الدنيا تمام؟ يعني سوفار خالد وليد كان جاله كلام كده في السمانه، بس يعني حاجه بسيطه جدا، فاكيد ان شاء الله هيكون موجود، برضه اشتغلنا لا، معاه النهارده مركز الدايرة ماله، في ايه؟ يعني حظنا فيه فايق شويه اه مركز بس الدايرة هو ماله طبعا ده من الاوفرلود، لان احنا طبعا، لعبنا دلوقتي دي كده 3 بطولات باك تو باك، واللود كان علينا عالي، ومع ولسه ذلك كاس. الحمد لله يعني احنا عندنا معدل الاصابات لا يعتبر اقل فرقه تقريبا في الدوري الحمد ما لله شاء كويسين الله يعني، ما شاء الله. فلا بالعكس يعني احنا نعتبر ماشيين كويس، لان معظم الاصابات اللي بنعاني منها اصابات اوفرلود، ومع ذلك حمل مع ماريو المعد البدني، مع دكتور اشرف عز، الاسير شريف حسين، والاسيستنس كمان دكتورز، يعني الناس بصراحه مش مقصره، كله بيشتغل اراوند 24 ساعه في اليوم مع اللعيبه بعد التمرين، مع اللعيبه قبل التمرين، عشان الحاجات دي نقدر ان احنا نتفاداها، بس يعني سو فار احنا حتى الان كده نعتبر انه افريج الاصابات بتاعنا لا كويس جدا الحمد لله. تمام. طيب الأحمر برضو كان في المباراة الأولى، يعني رجله التانت كده مرتين، برضو ممكن تطمننا عليه؟ لا كابتن احمد الحمد لله حالته كويسه، هو يعني انكل سبرين اصابه، يعني لعيبه هاندبول كتير طبعا بيعانوا منها، وهو كمان طبعا جات له كتير انكل سبرين يعني، بس هو لا الكونديشن بتاع كابتن احمد كويس الحمد لله، ولا ما فيش عليه اي مشاكل يعني، بالعكس برضو النهارده اشتغلنا تاهيل معاه، تمام. وهو اصلا بيشتغل كمان حاجات في الجيم، فلا بالعكس يعني كابتن احمد الحمد لله حالته كويسه. طيب حلو. لوكا وصلنا لإيه مع لوكا؟ لوكا طبعا اصابته اللي اتصابها قبل بطوله افريقيا كانت كبيره شويه، لانه كان اصابه في وتر الكتف، وبرضه الاصابه دي كانت عنده قبل كده من 3 او 4 سنين، ولكن هو بصراحه يعني هو بيحارب بصراحه عشان يلعب، ألو، فطبعا دي صعبه شويه، ولكن ان شاء الله ممكن يكون متواجد في ماتشات الكاس، هو بيأهل طيب كويس جدا، بيشتغل كل يوم علاج طبيعي وتأهيل، يعني شوية تقريبا كمان افريج مرتين في اليوم، فحالته الحمد لله بتتحسن، ابتدى برضه تمارين فرديه معانا في الموضوع، كان هو بيتمرن فردي على جنب، بس برضه انا مش عايز اخاطر بيه وازقه صح بدري، فعشان كده صح
واخد القرار واحده واحده، عشان حتى الاصابه دي يعني الفريكوانسي بتاعتها انها تتكرر بتبقى موجوده، فانا مش عايز احطه في الريسك ده قدام يعني. طيب اخيرا، هو طبعا لسه بدري عليه يعني، بس برضو خلينا نطمن على هشام صلاح. الو، انا ماشي صوت قطع، قولي تاني. اخيرا عايزين، انا عارفه ان هو طبعا لسه بدري، بس يعني عايزين نطمن برضو على هشام صلاح. لا، هشام صلاح طبعا دي يعني رباط صليبي، بالظبط عمليه رباط بالظبط. صليبي التأهيل بتاعها بيطول شويه، لان يعني من اصعب الاصابات اللي ممكن تقابل الرياضي. وكمان هشام كان في كومبليكيشن حصله له من بعد العمليه الاولى، فعمل عمليه تانيه اللي هي التنظيف. وبرضه هو ماشي على بروجرام التأهيل بتاعه، بس طبعا هشام صلاح لسه شويه يعني يعني لسه شويه. يلحق بداية الموسم يا دكتور؟ بدايه الموسم ممكن، بدايه الموسم الجاي ممكن، يعني مش بدايته قوي برضه يعني، ممكن مثلا يعني ممكن مثلا بنتكلم على شهر 8 9. 8 9 تقريبا يقدر يلحق يعني. طيب دكتور، نورتني وشرفتني، وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يوم الجمعه المقبل، وتعبكم ده كله، سواء تعبكم كجهاز طبي واداري وفني ولعيبه، ان شاء الله مجهودكم ده يتكلل بالفوز بالدوري باذن الله، وتفرحوا كلكم، وكل التعب ده يهون يوم الجمعه باذن الله. يا رب يا رب يا دكتور، شكرا شكرا. ودي كانت مداخله طبعا دكتور محمد اشرف، طبيب الفريق الاول كوماندوز اليد. طمنا على كل الإصابات وكل الحالات، وطمنا أيضا إن إن شاء الله بنسبة كبيرة يكون شادي خليل متواجد في مباراة يوم الجمعة المقبل.